وهايات تقبسوني أما شو جبت لكم طريقة تشيكن برجر تعملوه بالبيت؟ والله أطيب وأنظف من يلي بتشتروها جاهزة. أنا هون حطيت ربع كيلو صدور الدجاج والبهارات كتبت لكم إياها على الشاشة بالخلاط، أي خلاط بنفرمهم بهذا الشكل، بعدين بنستعين بمي شمت لذة بإيدينا بنعملها كرات متساوية. طلعت عندي 6 كرات، أنا بحط كيس تحتهم وكيس فوقهم بضغطهم بهذا الشكل، وإذا طلعوا مو كتير ضابطين بأصابعكم هيك كتير سهل تشكيلهم. بقصهم بمثل ما أنتوا شايفين، بحطهم بالتلاجة شغلة ساعة لحتى يجمدوا، بعدين بطالعهم وبغمسهم بالطحين وبعدين بالبيض، وآخر شي بالبقسماط، هذا كورن فليكس أنا طاحنته، وبزيت حامي بدي حطهم حطة شيلة فورا، بس بدي التغطية تكمش أنا مو أكتر، بعدين بالفرن 10 دقايق بيصيروا جاهزين، ما بيغبوا زيت وما بيحترقوا، أفياد وأطيب. وإذا بتحبوا بعد هالقلية بتحطوهم بكياس تفريز وبتحطوهم بالتلاجة كل ما بدكم بتطلعوها وبتحطوها بالفرن، بتصير جاهزة. إن شاء الله تضلوا بألف خير. باي.